مرحبا متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله جميع بصحة وخير وسلامة. اليوم جنجول في مجمع، احد المجمعات الجميلة والرائعة، ومجمع الايطالية واحد. اجا اشوفون المجمع، هي صار على طريق اللي يسموه 100 متر اللي يوديك على الموصل، او اللي يسموه على طريق القريات الانجليزية والامباير، يعني قريب من هاي المجمعات. طبعا مثل ما جو تشوفون مجمع كلش رائع وجميل، يبتعد عن مركز مدينة ابيسا حوالي 15 الى 18 دقيقة بالسيارة. طبعا بيها اكثر الشركات، وايضا بيوت سكن بيها، وبيها اربع احجام بيوت. طبعا المجمع ب 140 متر، واللي سعره يبدي من 235 الف دولار، عفوا 230 الف دولار لحد 235 36 الف دولار. الايجارة تبدي من 800 لحد 850 دولار، يعني هالحدود. ال 200 متر مساحات تبدي من 260 الف دولار لحد 300 الف دولار، وايجار 1000 دولار، يعني هالحدود. البيوت ال 240 متر اسعارها تبدي من 300 الف دولار لحد 350 الف دولار، ايجارات بين 1150 لحد 2200 دولار. والبيوت ال 320 متر تبدي اسعار من 465 الف دولار الى حد مليون دولار، ايجارات ايضا بين 1500 لحد 2000 او 3000 دولار. يعني ثم جاء تشوفون المجمع جميل ومرتب ونظيف ومتوفر بكل الوسائل. وبالنسبة للأوفيسات 265 متر مساحة، تنبني من 300 ألف دولار حتى 400 ألف دولار، وإيجارات بين 1400 لحد 2200 دولار تقريبا. جاء تشوفون أنتم المجمع، مجمع جدا جميل وراقي ومتوفرة بكل وسائل الراحة. جاء تشوفون الإسارة، هي منطقة كل جميلة. طبعا هاي البيوت اللي جاء تشوفون مقابلنا هي أكبر مساحات اللي هي 320، هي فيلن بأسواق وبجامع، متوفر به كل شيء المجمع. يعني حتى بالنسبة للمدرسة صراحة ما أعرف إذا بي أو لا، بس عند روضات في حضانات في، بس مدرسة صعب ما أتوقع به لأنكم مدارس قريبة منا أيضا. بس هو مجمع جدا جميل ورائع، ويستحق الشخص إنه يجي يسكن هنا. مجمع يعني هادئ جدا، وجا تشوفون يعني كله مكتظ، يعني قليل تلقون بيوت فارغة أو ما بيها أحد. طبعا هو هذا المجمع جا تشوفوه، وهو يصير طابو بأي شخص يحمل الجنسية العراقية، يعني يقدر يستملك. أما باقي المواطنين حسب قوانين عراقية يعني ما يسمح، حسب اللي عرفاني واللي معمول بي حاليا. يعني هو اللي طبعا تشوفون احنا ناخذ جوله على الفلل الكبيره، يعني مجمع جميل، مجمع مرتب نظيف هادئ ومتوفر به كل وسائل الراحه. وايضا اللي يريد يستخدمه كاستثمار، يعني يريد يشتري ويأجرف، هذا المجمع ممتاز جدا لهذه الأمور. طبعا كانت أسعارها شوية هي صعبة، أسعار يعني وصلت هاي المرحلة كانت تصعد أكثر بسبب، يعني قلت لكم كل ما يصير استقرار اقتصادي ويقل موضوع فيروس كورونا، صعود بأسعار نفط، فهذا يأثر على العقارات في أربيل، لأن البيوت والفيلا تصعد أسعارها، يعني مو عكس الشقق كانت تصعد قليلة 4-5%، بس البيوت اللي بالمجمعات خاصة مجمعات في الإيطالية واحد، والمجمع بعض المجمعات الأخرى يعني هذا بيها طلب كثير وناس ترغب لها أكثر، لأن استثمارية مثل ما قلت مجمعات سكنية استثمارية. تشوفون هاي البيوت هاي 300 متر، لا عفوا 320، هاي على اليسار هي 100 و200 متر. 140 متر صار بغير موقع، و
وهي قريبة من كل لما أكوش خاص جاي يشترون بيوت و جاي عمرو يعني حسب إذا عندها تسكن بيت عمرها أو لا. سو مشروع جدا جميل جدا رائع نظيف مرتب توفر بكل كل وسائل الراحة. البيوت 140 هرجع أشوفها على اليسار تمام. إن شاء الله أنه استمتعتم بالفيديو وصراحة هسه الفيديوهات جا أقصرها لأن جا أصلكم داخل مجمع ما في أشخاص يسألون على العقار يعني داخل العقار ما أقدر يعني أي شخص يريد أنا بس جا أعطيكم رأيي كامل للمشروع واللي يريد يشتري يقدر يتواصل بمكتب عقاري اللي موجود هنا يعني يقدر يراسلني أنا أبعث لكم مكاتب أسماء مكاتب عقارات. أتمنى إنه الفيديو عجبكم وإن شاء الله نلتقيكم في فيديوهات أخرى وتقبلوا تحياتيكم. دمتم خير صحة وسلامة مع السلامة للجميع.